مدخل فندق ريتاج البيت بوقف الملك عبد العزيز. فندق ريتاج البيت أقرب فندق في المصاعد للحرم. احنا الان في الدور الارضي داخل وقف الملك عبد العزيز. اللي قدامنا دي مصاعد فندق رافلز. بعدها الجزء الثاني مصاعد فندق بولمان زمزم. ثلاث أدوار مطاعم.
مدخل فندق سويس أوتيل. مصاعد فندق موفنبيك مكة. مصاعد فندق المروة روتانا.